السلام عليكم، مرحبا بكم معي في عالم ام هبه. نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله اخواتي غنشارك معكم واحد الطريقه ديال الشفافيه كتجي زوينه ولذيذه وهشيشه. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه اللي اول مره كيشوف القناه ديالي، وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، وتابعوا معي الفيديو حتى الاخر. غنحتاج لعندي هنايا كاس مخلط فيه الزبده والزيت، عندي نص كاس ديال الزبده وزدت عليه نص كاس ديال زيت العود او زيت الزيتون، وعندي هنايا كاس ديال الزيت العاديه، عندي هنايا كاس ديال ماء الزهر، زدت عليه هنايا الزعفران شعره، وعندي هنا جوج ديال الكيسان ديال الماء، عندي هنايا جوج ديال الكيسان ديال الزنجلان عبرتهم وطحنتهم وغربلتهم مزيان، عطوني هنايا زلافه ديال الزنجلان مطحونه، عندي هنايا معلقه ونص ديال النافع، وعندي معلقه نص معلقه ديال حبه الحلاوه، وعندي هنايا معلقه ونص ديال القرفه، عندي هنايا معلقه كبيره ديال الخرقوم او الكركم، وغنحتاج ليه عندي هنايا صاشي ديال الخميره ديال الحلوه، وقبيصه ديال الملح، وثلاثه ديال المعالق ديال الخل. عندي هنايا النواشف نخلطهم بحال هكايا، نزيد الزنجلان، خاصكم تطحنوه مزيان باش ما يبقاش فيه داك الحموض. غنخلط بحال هكايا مزيان حتى يتشانس ليا هادشي، تخلط مزيان. دابا غندير هنايا الزيت والزبده، عندي هنايا كاس ديال الزيت مخلط بزيت العود والزبده، عندي هنايا كاس ديال الزيت عادي، غنخلطهم بحال هكايا مزيان. صافي، دابا بعد ما دخلت المقادير مزيان بحال هكا حتى تخلطو مزيان، دابا غنبدا نزيد في الخل ونزيد الماء وماء الزهر، ندير واحد ثلاثة ديال المعالق ديال الخل بحال هكايا، وغنزيد هنايا ماء الزهر بحال ما هكا، كنخلي هاد الزعفران شعره كنخليه في الكاس او نصفيه بالصفاي، وغنزيد واحد الكاس ديال الماء. صافي، دابا غنبدا نجمع فيه هاد العجينه بحال هكا، عندي الماء طق خاصني، هنايا درت جوج كيسان ديال الماء وكاس ديال ماء الزهر، وبقى خاصني واحد شويه، غنزيد واحد ربع كاس، وغنبقى نزيد بشويه بشويه نشوف شحال تهز ليا. صافي، بعد ما غنجمع هاد العجينه غنرجع نكمل التحضير ديالها. صافي، هذه هي العجينه ديالنا بعد ما جمعتها، مازال غادي نخليها ترتاح وغادي ترخى. دابا غنديرها في بلاستيكات بحال هكا، خاصها تكون بحال ما هكا، تكون بحال ما هكايا، هذه هي القوام ديالها. صافي، دابا غنديرها في بلاستيكات ونخليها ترتاح بحال ما هكا، غنخليها واحد 15 دقيقه ونرجع باش نكمل الطريقه ديالي. كنطلقوها بحال هكا يدلك، وكنعاودو كنطويو بحال هكا على هاد الطريقه، وصافي كنحطوها بحال هكا نديرها في البلاستيكه باش ما تتشفش لينا، كنرشوها للبلاستيكه باش ما كتشفش لينا العجينه ديالنا، كتبقى رطبه. صافي، دابا بعد ما خلينا العجينه ديالنا حتى ارتاحت مزيان، دابا غنبدا نطلق فيها بحال هكايا بالمدلك بهذه الطريقه بحال هكا، كنحاولوا معاه مزيان، كنطلقوها بحال هكا بالمدلك. الا شفنا العجينه كتلصق لينا من التحت، كندردرو عليها شويه ديال الطحين بحال هكايا، وكنقلبوها على هذه الطريقه بحال هكا، وكنبقاو خدامين، كتجينا ساهله، كنطلقها مزيان حتى كتولي رقيقه. هنايا بعد ما طلقتها مزيان بحال هكايا حتى ولات رقيقه بحال هكا، حتى ولات رقيقة. صافي، دابا غنبدا نقطع فيها، غنعيط لهداك الجناب اللي ما مقاديينش،
هنايا غنقطعها واحد الطريقه بحال هكا طويله. عندي لها واحد الطريقه سهله في التشباك اللي ما فيهاش الخدمه بزاف وما كتاخدش من الوقت بزاف، بحال ما هكايا كما كتشوفوا الطريقه. غنجيب بحال هكايا واحد الشريط بحال هكايا طويل على هذه الطريقه بحال هكا، وكنتنيه بحال هكايا، كنقادو مزيان من هكا من الجناب. طريقه سهله وما كتاخدش من الوقت بزاف، كنحطو بحال هكايا، كنقرصو من هنايا من الوسط من هاد البلاصه بحال هكايا، كنشدو من هنايا كنجمعو وعاود كنشدو كنجمعو بحال هكايا من الجناب، وكيعطيني هكايا شباكيه سهله ما فيهاش الخدمه بزاف على هاد الطريقه بحال هكايا. كنقرصوه من الجناب تقدروا تخرجوا منها اي شكل بغيتوا، اي شكل كيعجبكم تقدروا تخرجوه منها، ماشي ضروري غير شكل واحد. بحال ما هكايا كنخففوها بحال هكايا وكنقرصها من هنايا من الوسط، وكنعاود تاني كنشدها بحال هكايا من الجناب بحال هكا. هذه الشباكيه ديالنا، طريقه سهله وبسيطه. هنايا طويتو على جوج، بحال ما هكا طويتو على جوج، وغنعاود نطويه بحال ما هكايا، وغنعاود تاني نطوي على هاد المره بحال هكا. كنخففو شويه بحال هكايا، كنشدو كنقرصو من هنا، وكنعاود تاني كنشدو بحال هكا نقرصو من الجناب. صافي، هذه هي الطريقه اللي غنوريكم، وتقدروا ديروا اي طريقه كتعجبكم. هنايا درت العسل، درتو فهاد الصبيره باش غندير فيه الشباكيه اللي غنقليها. هنايا درت الزيت، ها هو بدا كيسخن، اللي كنديروه كنخلوه حتى كيسخن، كنقص العافيه تكون مهيله باش طيب لنا الشباكيه ديالنا على خاطرها وما تحرقش لينا وطيب مزيان. وغنجربها نشوف الزيت واش سخن. هكايا كنبدا كنحطو فيه الشباكيه ديالنا. العافية تكون مهيلة، ما تكونش مهيلة بزاف باش ما تحرقش من الشباكية طيب على خاطرها. كنبقاو كنحركوها بحال هكا باش تطيب لينا تجينا، كنبقاو كنحركوها بحال هكا باش تجينا مقادة في الخياط. بحال ما هكايا دابا غنطبيها هنايا في العسل. وكنصفى بالعسل مغبرة مزيان في العسل بهاد الطريقة بحال هكا. هذه الشباكية ديالنا بعد ما طابت كتجي زوينة وكتجي هشيشة وما كتكونش قاصحة. الطريقة ديال التشباك ديالها حتى هي كتجي زوينة وسهلة وبسيطة وما كتاخدش من الوقت بزاف، طريقة سهلة وبسيطة. كنتمنى تعجبكم الوصفة ديال اليوم، كتجي زوينة وكتجي لذيذة، والشباكية كتجي هشيشة وكتجي لذيذة. نتمنى تعجبكم هاد الطريقة، طريقة سهلة وبسيطة. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه اللي اول مره كتشوف القناه، وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.